اولا امبارح جالنا التليفون بتاع عن عبد الرحمن ان هم مش راضين يخرجوه من المستشفى ولا عارفين راضين يدوهم معلومات في المستشفى ولا في القسم. اهل عبد الرحمن كانوا عايزين وافقوا في الاخر خالص. وصلت الشرطه والضغط على الاهالي اللي اولادهم بيموتوا. عبد الرحمن هشام. وصلت الداخليه بالضغط ان هي بتوصل الاهالي لانهم يوافقوا ان هم يتنازلوا عن حق عيالهم عشان خاطر يعجلوا بدفنهم. الضغط على عم عبد الرحمن وابوه امبارح عشان خاطر يأيد ضد مجهول عشان خاطر ابنه ما يتشرحش. ومع ذلك وكيل النيابة لما أصدر قرار بأن عبد الرحمن هيتشرح الأهالي يعني معنى صح حقهم ضاع لو هم عايزين يخرجوا ابنهم بسرعة قبل ما يتشرح ها وعايزين يدفنوه الحق ده ضاع. ده غير ان هو كمان لما وكيل النيابة قرر ان هو يودي عبد الرحمن المشرحة عشان الطلق الناري اللي فيه امبارح انا كنت محامية واقفة معاهم ما عرفتش اخد اي معلومات من الاسم ولا عرفت اخد اي معلومات من المستشفى. والاهالي كانوا فاقدين الامل. انا بكلم عمه بقول له انت لازم تصمم على انك تاخد حق عبد الرحمن لان عبد الرحمن لو كان عايش كان صمم ياخد حقه. عبد الرحمن لو كان عايز يسكت ما كانش نزل مظاهرات. قال لي وحق اللي فاتوا جه عشان انا اخد حق عبد الرحمن. دي الكلمه اللي بقت موجوده. وللاسف الشرطه مصممه ان هي والداخليه مصممه ان هي تفضل زي ما هي لان طبعا هم بتدار عليهم وبيعملوا اللي هم عايزينه ومش بتحاسبه. ده غير الموضوع وصل للنيابه كمان ان هي بقت بتغطي عليهم عشان هم ما يتعاقبوش على اللي هم بيعملوه. احنا كمحامين بقينا بننتهك في حقوقنا ما بقيناش بنعرف نعمل عملنا اصلا. ما احناش عارفين ندافع عن المتهمين او المقبوض عليهم. ذكرى 25 يناير الرابعة دي يعتبر اكتر ذكرى المحامين يتمنعوا من دخول الاقسام. المحامين يتمنعوا انهم ياخدوا اي معلومات في اسم الأزبكية. رحنا عشان المقبوض عليهم اتمنعنا من دخول الاسم وكان عندهم استعداد تام يتعاملوا معنا بقوة. تاني حاجة ده حتى الرصيف الشارع اللي قدام اسم الأزبكية اتمنعنا ان احنا نتخطاه كمحامين. تاني حاجة التعتيم تام. بنبص لقينا عربيات امن مركزي خارجة من الاسم. العربيات دي يا جماعة المتهمين اللي اتقبض عليهم النهاردة رايحين فين؟ حدش راضي يقول لنا اصلا هم رايحين فين عشان يتحقق معاهم. قلنا ماشي فضلنا وراهم لغاية ما عرفنا ان هم راحوا على طورة. تاني يوم في التحقيقات اتمنعنا من دخول التحقيقات. طب ازاي محامين يتمنعوا من دخول العدد جوه كافي؟ العدد جوه احنا حسبناه ما لقيناش العدد جوه كافي على عدد المتظاهرين. انا مش عارفه بالظبط يعني هتفضل الداخليه انتهاكاتها لامتى وهنفضل احنا. ده غير ان هم لما خرجوا من اسم الأزبكية احنا اعتبرناهم مختفين اختفاء قسري لان احنا ما عرفناش هم وصلوا لفين. المحامين راحوا يعملوا بلاغ للنائب العام وهم بيتابعوا البلاغ تاني يوم الطلب منهم يحطوا موبايلاتهم وشنطهم وحاجتهم عشان خاطر يعرفوا يدخلوا عند المحامي العام بتاع وسط القاهره. يعني ايه محامي مكفول له في مواد القانون ان هو يمارس عمله يتمنع ويطلب منه انه يحط حاجته الشخصيه بره عشان يعرف يدخل؟ انا بصراحه يعني مش عارفه بصراحه احنا هنفضل كده لامتى. والارهاب زاد ما بقاش مع المواطنين المتظاهرين بس الارهاب بقى معانا احنا كمحامين كمان. احنا عايزين نجيب حق عبد الرحمن لان عبد الرحمن بيمثل ناس كتير جدا. عبد الرحمن اتضرب بطلق ناري في بطنه. ده غير ان هو يعني احنا هما بيقولوا اخوان اللي ضربوا. طب احنا عايزين نعرف الاخوان ولا الشرطه؟ يعني احنا من حقنا ان احنا نعرف اخوان ولا شرطه. حتى دي ما كانتش مكفوله ان احنا نعرفها. غير كمان ال 28 التانيين انا بتكلم على عبد الرحمن كمثال اللي هو يعني انا رحت امبارح وحضرت معاه وكنت بحاول ان انا اعرف معلومات عشان على الاقل اطمن اهله يعني او يحس ان هما ممكن حقه يجي. للاسف الله اعلم حق عبد الرحمن هيجي ولا لا. هو عمه قال لي كلمه قال لي ان حق اللي فاتوا ما جاش فحق عبد الرحمن الله اعلم هيجي ولا لا. وللاسف احنا كمان بقينا بنمنع ان احنا ندخل ندافع عن اي متظاهر اتقبض عليه. بقينا بنمنع ان احنا ندخل نجيب معلومات من الاقسام. انا ما اعرفش ازاي يعني ايه اسم يمنعني انا كمحاميه واقفه بره يمنعني ان انا ادخل الاسم اجيب معلومات عن متظاهر اطمن اهله او اطمن او اعرف هو مقبوض ليه وعشان ايه. انا مش عارفه بصراحه احنا وصلنا لكده ازاي. فشكرا ودي